احنا بنقول الاهلي استثنائي والنهارده موسم استثنائي، واحد من نجوم النادي الاهلي وعضو لجنه التخطيط بالنادي الاهلي اللي ليهم دور بارز وجزء من نجاح النادي الاهلي هذا الموسم. كابتننا الكبير الكابتن زكريا ناصف. كابتن زكريا برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. موسم هو الاعظم في تاريخ النادي الاهلي منذ انشائه عام 1907، اكيد سعيد انك جزء من هذا الموسم. نجاح بينسب للكل، اعتقد النهارده يوم في حب النادي الاهلي. أنا فخور باليوم ده طبعا، لأن مش بس كرة القدم، احنا بنتكلم على لعبات كتير جوه النادي وإنجاز. يعني محظوظين احنا ان احنا نكون موجودين مش بس كلاعيبة قدامى أو كأعضاء للنادي، وكمان بنشارك بالعمل في خدمة النادي الأهلي من خلال لجنة التخطيط وكرة القدم. طبعا انجاز مسبوق للنادي الاهلي، بس الحقيقه الواحد وهو قاعد بيستمتع باليوم بيفكر في اللي جاي على طول. يا فاروق انت عارف خلاص اللي فات في الدولاب، والدولاب عندنا ما شاء الله كبير قوي، فعايزين نملاه كل سنه وهنملاه باذن الله، لان احنا كعيله، وبحب دايما المصطلح ده، احنا عيله الاهلي، عارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين الموروثات بتاعته، عارفين أهمية جمهور النادي الأهلي، أعضاء النادي الأهلي، عارفين المسؤولية اللي موجودة. ومش بس كده، يعني احنا كمان بنمر بمرحلة، وفي مراحل تانية لأجيال تانية قبلينا سبقونا، واحنا بنكمل وراهم، وجاي ورانا أجيال بنعدهم علشان هم اللي يمسكوا ويديروا ويحققوا نفس الإنجازات والبطولات. بص، مصطلحين مهمين قوي لازم جماهير النادي الاهلي تعرفها، هي انكار الذات والعمل الجماعي. دول مصطلحين موجودين عندنا في النادي الاهلي، متربيين عليهم، محدش بيقول انا، بنقول النادي الاهلي الاول، وهو ده سر من اسرار نجاحنا. علشان كده احنا ما بنتكلمش، احنا بنشتغل بس للنادي الاهلي، ومش عايزين نتكلم خالص، احنا عايزين نشتغل للنادي الاهلي، كل يوم موجودين وكل ساعه موجودين علشان نحقق ونسعد جماهير النادي الاهلي، وعارفين قيمتهم، وعارفين ان هم ما بيشبعوش بطولات، واحنا كمان زيكم ما بنشبعش بطولات. وفي النهايه احب اقول ان زي بيبو ما قال، يعني من شويه قال ان المسؤوليه اكبر علشان نحافظ على انجازات، ومش بس كده، لا ده عشان نحقق انجازات اكبر كمان. كابتن زكريا، الموسم ده بيشيلنا مسؤوليه للي جاي، الوقوف على منصات التتويج ما بيجيش من فراغ. موسم كان مليء بالتحديات بالصعاب، ولكن الهدوء والثقه اللي موجوده في مجلس اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط عدت مراحل صعبه جدا عشان اقف النهارده على منصه التتويج. طالما بنشتغل ممكن نغلط، ليه لا، يعني لكن بنشتغل وبنشتغل باخلاص وبفكر حديث في الاداره الرياضيه، وبخبرات موجوده، بفكر متطور جدا مع العصر، جدا جدا، وكل يوم في جديد بنحاول نبحث عنه وندخله النادي، لان النادي الاهلي نادي عالمي، مش نادي محلي او نادي قاري، لا نادي عالمي، فلازم يسير على النهج ده، بياخد وقت والوقت معانا، وبنقدر ان احنا نحقق، وعارفين مفاتيح النجاح وبنسعى ليها، علشان كل بطولة بنشارك فيها حريصين على المركز الأول فيها، وأنا عارف إن المركز الثاني ده مش بطولة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي، وإحنا عارفين كده وتربينا على كده، وعارفين إن المركز الأول هو الغاية بتاعتنا في كل البطولات، في كل الماتشات، مش بس في كرة القدم، كمان في الألعاب الأخرى. أشكرك يا كابتن زكريا، ومستنيين منكم كتير إن شاء الله بطولات في الموسم القادم بإذن الله. بشكرك وبشكر أسرة قناة الأهلي اللي دايما متميزة، وبهني جماهير النادي الأهلي وأعضائه على الإنجاز التاريخي. كابتن زكريا، شكرا. كلام مهم جدا وكلام من القلب من كابتن النادي الاهلي كابتن زكريا ناصف، عضو لجنه التخطيط. المركز الثاني بالنسبه لنا خساره، احنا دايما بنلعب على المركز الاول، وده الهدف بالنسبه لكل من ينتمي لمنظومه النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو.